عزيزي المشاهد، مساء الخير واهلا وسهلا بيك. يسعدني ان التقي بيك في برنامج جه وقتك. السلام كلمه ما احلاها، والسلام صناعه ما اسماها، وبغير السلام يكون عالمنا جحيما. الانسان في حاجه الى السلام. السلام هو حلم الانسانيه المتعبه، وهو أمل النفس الخائفة المضطربة، وهو الرجاء الباسم الذي يتطلع إليه عالم اليوم. إنه حاجة الأغنياء والفقراء، إنه حاجة العظماء والأدنياء، إنه حاجة البشرية جمعاء بدون استثناء. ولا جدال في أن السلام هو أسمى الأحاسيس في هذا الوجود. ولكن من المؤسف أن نرى كلمات مثل العنف والإرهاب والتدمير فرضت نفسها بقوة في الآونة الأخيرة. وهذه الكلمات الدموية للأسف أوجدت لنفسها مكانا بارزا في قاموس حياتنا اليومية، كما أنها احتلت مساحات شاسعة في كل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. وإن كان العنف الدموي بدأ في تاريخ العالم عندما قام قايين على هابيل أخيه وقتله، إلا أنه في عصرنا الحاضر أصبح مشكلة المشاكل، حيث أنه اتخذ لنفسه أشكالا وصورا متعددة. فبعد أن كان العنف مقصورا على أماكن معينة ومحددة في العالم، أصبح الآن متغلغلا في معظم بقاع الأرض، حتى أنه طال الدول الكبرى التي كانت تظن أنها تستطيع أن تحمي وتؤمن نفسها. وأصبحت صناعة الحروب هي الصناعة الأولى الرائجة في العالم. ومن المؤسف أنه رغم التمدن والحضارة، ورغم تغلب الإنسان على الكثير من المشكلات ومن الأمراض الفتاكة، ورغم اختراع الإنسان للكثير من الاختراعات الباهرة، ورغم صعود الإنسان للفضاء في رحلات ناجحة، من المؤسف أن نقول إن قتل الحروب في هذه الأيام يفوق كثيراً الذين قتلوا في الحروب الماضية في كل تاريخ البشرية السابق. وهنا نجد السؤال الذي يفرض نفسه: أين السلام؟ لقد أصبحت كلمة السلام اليوم في عالم الخيال، وأصبح الناس ينظرون إلى السلام كما ينظرون إلى حلم جميل عذب صعب المنال يتراءى في أعماق الغيب. وصار كل شخص لا يذكر هذه الكلمة إلا وقلبه يتقطع من الحزن والأسى. فما أغزر الدموع التي تسيل مدرارا، وما أكثر الدماء التي تسفك أنهارا. فالدول من حولنا تحارب بعضها بعضا، والإنسان يقتل أخاه في الإنسانية، والقوي يريد أن يفتك بالضعيف، والغني يصم أذانه عن سماع تأوهات الفقير. لقد فقد عالمنا وهدوءه وسلامه، وأصبحنا نعيش في شبه غابة موحشة يتصارع فيها المخلب والناب، غابة صار فيها البقاء للأقوى وأضحت الاستمرارية للعنيف. الأمر الذي جعل أحدهم يقول إنه لو أتيح لشخص أن يتوجه إلى المريخ لكيما يقدم تقريراً عن العمل الرئيسي الذي يقوم به سكان الأرض، لكانت خلاصة قوله إن سكان الأرض التي جئت منها كثيروا الخصام شديدوا الأنانية، وأهم ما يشغلهم هو الحرب والعنف، وهم بعيدون تماماً عن حياة السلام. وبلغة يائسة قال آخر: لو كان لعالمنا بابا لرسمنا عليه صورة حمامة بريئة هادئة تحمل غصن زيتون أخضر، وكتبنا تحت الصورة بلون أحمر خرج ولم يعد. عزيزي المشاهد، قد تبدو الصورة شديدة القتام، ولكن هل بارحت حمامة السلام عالمنا إلى غير رجعة؟ وهل طغت أبواق الحرب على موسيقى السلام؟ وهل انهزم النور أمام طغيان السلام؟ كلا،
وألف كلا. فالكلمة العليا للسلام لا للحرب، وإن الانتصار الختامي للنور لا للظلام. حول موضوع كيف نبني ثقافة السلام سيدور حوارنا في هذا المساء. يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم الشيخ الدكتور نبيل صموئيل أبادير، المدير العام السابق للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والخبير في التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. سعداء أن حضرتك تكون معنا في هذه الحلقة الهامة، وإحنا أكثر سعادة وإحنا بنتكلم عن ثقافة السلام. فولتير كان ليه مقولة وهو دايما بيتكلم مع حد، كان يقول له قبل أن تتحدث معي أضبط مصطلحاتك. حضرتك عارف أنه ممكن الكلمة أو المصطلح يكون ليه أكثر من معنى، وممكن كل واحد يفهم المعنى اللي في دماغه مش المعنى اللي بيقصده المتكلم. وعشان كده وإحنا بنتكلم عن السلام، تلك الكلمة الجميلة، محتاجين نعمل ليها تعريف علشان السادة المشاهدين يعني يكونوا معانا طوال الحلقة في مفهومنا وتعريفنا للسلام اللي إحنا بنتكلم عنه. فإيه تعريف حضرتك للسلام؟ أولاً أنا سعيد بهذه الحلقة، أنا تأتي في خضم ظروف زي ما حضرتك ذكرت تعاني منها المنطقة العربية والعالم كله من جراء ما يحدث فيها. لكن عايز أبتدي بكلمة، إنه على مر التاريخ مر العالم بظروف صعبة جدا. يعني في نهاية القرن الماضي خرج القرن العشرين خرج العالم من حربين عنيفتين دمرت العالم كله، في بعض الدول انهارت تماما. نذكر طبعا القنبلة الذرية التي ضربت على هيروشيما وناجازاكي، وأفظع ما كان في التاريخ، وما زالت اليابان تعاني من آثار هذه الحرب المدمرة. لكن اليابان تعيش في سلام حالياً إلى حد كبير. أحياناً بيعرفوا السلام بناحية سلبية، إنه غياب كل اللي حضرتك قلته، غياب الحروب، غياب المنازعات، غياب الأسباب التي تؤدي إلى القلق، غياب الأسباب التي تؤدي إلى الدمار، غياب مسببات عدم السلام. وده تعريف سلبي. وعايزين نفكر، يا ترى لو الأسباب دي تلاشت هل يعيش الإنسان في سلام؟ يعني الناس عندها فكرة إنه لو الأسباب دي تلاشت هيبقى في سلام. في الواقع ممكن ما يكونش في سلام. لأنه هفترض مثلا إحنا العالم في الديانات الإبراهيمية والديانات غير الإبراهيمية، أديان كثيرة جدا. نفترض أن العالم كله بقى دين واحد، هل يتحول العالم إلى سلام؟ هناك داخل الدين الواحد في مذاهب، ونحن نعيش الآن مرحلة في الصراع بين المذاهب داخل الدين الواحد. لو أنه الظروف الاقتصادية للفقراء اتحسنت، هل يغيب السلام عن كل هؤلاء؟ ممكن ما يغيبش عن كل هذا، أو ممكن ما يعيشوش في سلام. داخل المذهب الواحد في ناس مختلفين، داخل الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجلي، داخل السنة وداخل الشيعة، داخل الأسرة الواحدة ممكن ما يكونش في سلام. لو قلنا إنه العالم أسرة واحدة، زي ما ذكرت أن قايين قتل هابيل داخل الأسرة الواحدة، ونحن نقرأ عبر كثير من الحوادث اللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها، إنه داخل الأسرة الواحدة بتحدث منازعات وبتحصل خلافات تصل إلى المحاكم وتصل إلى القتل. وبالتالي فكرة أن إنه غياب الأسباب الخارجية
التي تسبب القلق والاضطراب الشديد للفرد يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام للإنسان، هذا غير واقعي. ليه؟ لأن السلام يبدأ داخل عقل الإنسان. السلام يبدأ في داخل الإنسان نفسه. إذا لم يكن الإنسان في سلام مع نفسه لا تستطيع الأسباب الأخرى أن تعطيه السلام، إزالة الأسباب الأخرى. يعني إذن مفهوم حضرتك للسلام أنه مش بس غياب الصراعات، مش بس غياب الحروب، مش بس أن تحسين حالة الفقراء، لكن حضرتك شايف أنه السلام لابد أن يبدأ داخل عقل الإنسان. بالضبط. طيب ده هيقودني بقى أن أسأل حضرتك، إزاي الإنسان يستطيع أن يعيش في سلام مع نفسه؟ طبعا يعني أعتقد أنه ما يقدرش الإنسان يعيش في سلام مع الآخرين ولا في سلام مع الله بدون ما يكون في سلام نفسي. إزاي يتحقق؟ هما بيتكلموا على السلام الداخلي، بيسموه أحيانا بالإنجليزي state of mind، هو الحالة العقلية التي يعيش فيها الإنسان. ممكن أسباب ضعيفة جدا تؤدي إلى قلق الإنسان واضطرابه. ليه؟ لأنه العقلية الذهنية بتاعت هذا الفرد أو هذا الشخص دائما في حالة اضطراب وقلق. القلق ينبع من داخل الإنسان وليس من خارجه. طبعا الظروف الخارجية تخلينا نقلق، لكن الاستمرار في القلق والخوف إلى درجة الانزعاج الشديد والاضطراب الشديد هو ده اللي بيغيب السلام عن الفرد. الإنسان مخلوق اجتماعي، خلق الله الإنسان اجتماعيا، بمعنى إحنا لينا عينين ولينا آذان ولينا قدرة على الكلام، والقدرة على الكلام دي مهمة جدا، لأنه بدون الكلام يصبح الإنسان غير قادر على التواصل مع البشر. عشان كده حتى البكم يعلمونهم كيف يتواصلون مع الآخرين بالإشارات والحركات. بالضبط. وكذلك الأكفاء الكفاء العميان يتعلمون أيضا كيف يتواصلون مع الآخرين. حياة الإنسان هي تواصل، ولا يستطيع أن يعيش الإنسان بمفرده. يعني لو قلنا أنه الإنسان ذهب إلى الصحراء في حتة بعيدة جدا عن كل مسببات الخوف والرعب والقلق، يمكن أن يكون في حالة قلق داخله وعدم ممكن يخلق بيسموه عالم الفيرشوال، العالم الافتراضي، ويتخيل أشياء كثيرة جدا تجعله في حالة خوف ورعب. وبالتالي هو حالة السكون والطمأنينة التي تسكن داخل الإنسان هي الحالة اللي تخليه قادر على استيعاب الظروف المحيطة به وتفاهمها ومقاومتها أو تغييرها أو السعي نحو تغييرها. وبالتالي اطمئنانه الداخلي كفرد هو المعين لي في مواجهة الظروف الخارجية. طيب حاجة من ضمن الحاجات اللي نقدر نتكلم فيها عن السلام الداخلي هو قبول الإنسان لنفسه. في بعض الأحيان الإنسان ممكن ما يحبش نفسه، عشان كده السيد المسيح لما سئل ايه أعظم وصية في الكتاب المقدس، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك إلى آخره، وتحب قريبك كنفسك. يعني محبة النفس وقبول النفس جزء رئيسي من علاقة الإنسان بالله وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين. طب أنا ساعات بسمع وعاظ يقول لك لازم تكره نفسك وتبغض نفسك وتعذب جسدك يعني عشان تبقى مقبول عند ربنا. يعني ما هو في لحظة توازن بين محبة النفس ومحبة الآخرين، بين محبة النفس ومحبة الله، بين محبة النفس وتقدير العالم المحيط بك. لا يصلح أن تكون محبة النفس للدرجة اللي فيها أنك تكره الآخرين أو فيها أنانية أو فيها حب الامتلاك. وبالتالي الجزء من السكينة والطمأنينة أولاً قبول الإنسان لنفسه،
سواء كان طبعا ده مش معناه انه لا يسعى الى تغيير حياته الى الافضل، لكن تغيير حياته الى الافضل نابع من سكون نفسي مش نابع من اضطراب عقلي. طبعا اصل في حاجات ما ينفعش واحد حتى يغيرها، يعني مثلا الشكل الجنس، الطول، الجنس، تاريخ الميلاد، ترتيب الانسان بين اخواته، ابوه وامه، يعني في حاجات لازم يقبلها لانه ما يقدرش يعملها حاجه. يعني الحاجه الثانيه انه من قبول الانسان لنفسه هي قناعته. فكره انه يكون في حاله رضاء، وده مش معناه انه لا يعمل أو لا يجتهد، لكن يجتهد وهو في حالة رضا، في حالة شكر، في حالة أنه ربنا أعطاه ملكات، ربنا أعطاه كنوز، ربنا أعطاه حياة، وعليه أن يحتفظ بهذه الحياة وينميها. وبالتالي لازم يكون عنده نوع من الرضا، الشكر الداخلي. يعني بيقول لك يعني نشكر ربنا علي، أشكر ربنا على كل ما أعطاه لي، حتى اللي ما أعطاهونيش برضو هشكر ربنا عليه، لأنه قناعة. قد يكون ده لصالحي. في قناعة ورضا، في قناعة داخلية. حاجة مهمة جدا لازم نعتبر أنه الأشياء المحيطة بينا فيها جمال. يعني الإنسان اللي بيبص لطفل يبتسم، أو طفل يضحك، أو طفل يلعب وما يحسش بالسعادة والانبهار، يبقى فيه مشكلة لشخص ده، لشخصه هو. لما يبص لعصفور بيصوصو وينبهر، بيفقد الإنسان تدريجيا من كتر ما بنشوف الحاجات دي. لكن حواليني أشياء جميلة جدا تعطينا نوع من الابتهاج والفرح. طيب يا دكتور نبيل، النهارده الفيسبوك وصفحات التواصل الاجتماعي مليانه بصور الذبح والرؤوس المذبوحه واللي بتلعب بيها كوره، ومناظر الدم والخناقات في التلفزيون في برامج التوك شو. المناظر الجميله اللي حضرتك بتتكلم عنها دي لكنها موجوده، بس اختفت. لا موجوده، العنف صوته عالي. لا المناظر دي موجوده. اخرج الصبح بدري وزور، امشي، اتمشى، تنفس هواء الفجر ده، اسمع صوت العصافير، اذهب الى عندنا النيل جميل. في اشياء محيطه بينا ابتدينا احنا من كتر ما عشنا فيها تعودنا عليها لكننا لا ننبهر بها. يعني كيف يستطيع الانسان ان ينبهر من اشياء بسيطه؟ الحاجه الثانيه انك انت كشخص بتحب تمتلك اي شيء انت عايزه. ما بين الرغبات والاحتياج هناك قلق. لو انه رغباتك طغت كثيرا على احتياجاتك اصبحت في حاله قلق وعدم استقرار، لانك دايما عايز تمتلك ما هو جديد، عربيه جديده، بدله جديده، بيت جديد، بينما اللي عندك كفايه وجميل. لكن عدم الرضا بما هو لديك والسعي إلى امتلاك أشياء قد لا تحتاج لها ينشئ حالة من القلق وعدم الاستقرار وعدم السلام. الإنسان دايما عينه على اللي مع الناس. بالضبط. فأنت عايز تمتلك اللي هو مش ملكك، أو عايز تمتلك اللي هو مش عندك، بينما أنت عندك حاجة هي كفاية، حاجة جميلة وكويسة. فده سبب تاني من أسباب أنك بتحب تمتلك أشياء أنت مش في حاجة ليها وتسعى. يعني عشان كده أنا بستغرب مثلا من كتير من الناس بيروحوا المولات ويشتروا اشياء لانها رخيصه. طب انت محتاج ليها؟ ممكن يشتروها حاجه مش عايزها. واحد يبقى عنده مثلا 20 او 30 جزمه في البيت. طب هل في لحظه من اللحظات بعض الحاجات دي تقدر تستغنى عنها؟ تقدر تتخلص منها لناس تانية اخرين؟ لو عملت كده هتشعر بالسعاده. لو هتعطي. الحاجة الثانية، بعض الناس يفتكروا أنهم بيمتلكوا الأشخاص، سواء كان زوجته أو أبنائه أو اللي بيشتغلوا معاه بيمتلكهم. نحن لا نستطيع أن نمتلك الأشخاص. كل شخص وكل فرد داخل الأسرة له كيانه، له شخصيته. حب امتلاك الأشخاص ده
كأنك وضعت نفسك محل الخالق العظيم. تخلص من امتلاك الناس، وتخلص من امتلاك الأشياء التي لا تحتاج إليها. ابتدي اعمل لنفسك قناعات. هذه القناعات، هذا هو السلام الداخلي في مجمله. كيف يستطيع الإنسان أن يكون قانعاً وشاكراً وراضياً رغم أنه يعمل ويجتهد؟ يعني أنا مش لازم نميز بالاثنين. القناعة والرضا لا تؤدي إلى عدم العمل أو الاجتهاد والكسل. لا، أعمل وأجتهد لكن بحالة قناعة داخلية. أنا عارف طبعا عزيزي المشاهد أن هذا الحوار الشيق من الدكتور نبيل بالتأكيد أثار عند حضراتكم تساؤلات ومداخلات، لكن علشان برضو يعني نكون بنستمتع بالدكتور نبيل، إحنا هنفتح التليفونات يعني بعد 10 دقائق من دلوقتي. فأهلا وسهلا طبعا بمداخلاتكم بتساؤلاتكم، وطبعا كل ما كانت الأسئلة في موضوع حلقتنا كل ما ده كان شيء جميل، ساعدنا أن إحنا ما نخرجش برا الموضوع، وطبعا نقدر كمان نتواصل حوالين صفحة البرنامج على الفيسبوك. دكتور نبيل، أنا بس عايز أضيف جزء، إنه السلام عملية فكرية تحتاج إلى عمل واجتهاد. يعني ما بيجيش كده لأنه جه، لا، ده أنت في صراع مع نفسك، أنت في محاولة ل انك ترى الاشياء المحيطه بيك، انك بتشوف الناس المحيطين بيك كانهم شركاء ليك، انت بتجتهد انك تبقى في حاله سلام. حاله السلام لا تاتي من فراغ، حاله السلام تحتاج الى عمليه نجتهد فيها ونسعى اليها. في الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، يعني ممكن الانسان يحب يمتلك اشياء مش بتاعته، لكن لو قعد وفكر واجتهد، يا ترى هل ده انا في احتياج لي ولا مش في احتياج لي؟ اسال نفسك هذا السؤال، هو عمليه اجتهاد. طيب، في بعض التعليقات على صفحه البرنامج على الفيسبوك من بعض الساده المشاهدين، يعني احب اقراها لحضرتك برضو ويعني اسمع تعليقك عليها. اتفضل. ابو الشيخ وليد بيقول: من حق كل انسان على هذه الارض ان يحيا حياه كريمه امنه يسودها السلام، وذلك يتحقق إذا اتحد العالم لتحقيق هذا الهدف، السلام للعالم. المهندس محمد حسن الشربيني بيقول: نبني جسور السلام بالبعد عن زرع الكراهية والحقد وإفشاء السلام، إفشاء السلام بكل معانيه. الأستاذة دينا النجار: هل تعرف كيف نبني جسور السلام مرة أخرى في عالم مضطرب؟ في سفر إشعياء أصحاح 61 عدد 1، هنا دي نبوة عن السيد المسيح: روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. كمان أحد السادة المشاهدين مسمي نفسه زمن الافتقاد ورد المسلوب، بيقول: نبني جسور السلام بكلمة الرب وعمل الروح القدس في حياتنا، وبدون كلمة الرب وعمل الروح القدس لا يوجد سلام، والرب يبارككم. تعليقات حضرتك على رسائل السادة المشاهدين. احنا مفيش شك انه لينا دور في صنع السلام كبشر وفي مجتمعنا. لابد ان نكون رسل لصناعة السلام. وطبعا دعوة المسيح لأتباعه: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، هي دعوة. وبالتالي في هذه الدعوة، إذا امتنعنا عن زرع الكراهية وزرعنا محبة، فهو الدور هنا بتاعي أنا. واللي ما عندوش استقرار وسلام داخلي لا يستطيع أن ينشر السلام. فعشان كده البيس بتاعنا أو القاعدة بتاعتنا سلام مع النفس. هو السلام مع النفس الداخلي هو اللي يعاونك على أنك تزرع حب وتنزع الكراهية
تزرع خير وتمنع الشر وهكذا. فيعني أنا متفق مع الأخ اللي قال البعد عن زرع الكراهية وحسن السلوك مع الجار. يعني إحنا بنعيش في مجتمع مزدحم في عمارات في شقق، فجنبي جاري مع جنبي شقتين، شقة شمال وشقة يمين. يعني كون إن أنا أتواصل مع جيراني وأطرح وسائل للتواصل معهم، ده شيء إيجابي، شيء إيجابي، وده بيصنع سلام في البيت الصغير ده. كون إن إحنا نتزاور ونسأل على بعض، ولما يكون في مشكلة حد بيعاني منها أكون أنا موجود أساعد فيها. وفي العيد نقول لبعض كل سنة طيبين، وكل سنة طيبين، مسلمين ومسيحيين، ونسند بعض في الأزمات وفي المشكلات. ده بيصنع سلام، ده طبعا في البيت الصغير، لكن ده ممكن يبقى في الحي، في المدينة، في القرية، في المجتمع ككل، في الوطن. احنا لينا دور في صناعة السلام. بناء جسور السلام اللي هنتكلم عليها مهمة جدا. طيب انا بس قبل ما نتكلم عن بناء جسور السلام، نفسي اسال حضرتك، هل الكتاب المقدس في دعوه لصناعه السلام؟ في ايات عن السلام في الكتاب المقدس سواء في العهد القديم او في العهد الجديد؟ طبعا احنا انجيل السلام، يعني تجسد المسيح هو دعوه للسلام بين الله الخالق وبين الإنسان. حتى ساعة ما تولد الملائكة أنشدت المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. كان في عداوة في إيماننا المسيحي، كان في عداوة أنه الإنسان أخطأ وزاغ وأعوزه مجد الله، لكن الله قرر من ذاته أن يصنع سلاما مع الإنسان. وبالتالي حالة المسيح كإنسان في العالم هي دعوة للسلام، ووجوده كان مصدر سلام، ودعوته للإنسان في صنع السلام. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. وفي آيات كثيرة بقى على إن إحنا لابد أن يكون لنا دور في صنع السلام. وبولس كتب كتير في هذا الأمر عن اصنعوا السلام، وفي روميا عن بقدر استطاعتكم سالموا جميع الناس، واتبعوا السلام، واتبعوا السلام. الكتاب المقدس يمتلئ بالآيات للدعوة للسلام، لأنه هدف الله أن يكون هناك سلام ومصالحة بين الله وبين الإنسان وبين الإنسان وأخيه الإنسان. فالكتاب المقدس كله هو دعوة للسلام. إن السيد المسيح هو باعث كل رجاء وهو مصدر كل سلام. لقد جاء إلى عالمنا ولم يعلن حربا ولم يشكل جيشا، ولكنه حارب الظلم والفساد والشر والخطيئة. لم يحمل سيفا ولا عصا، ولكن بمحبته ورحمته صار ملكا على قلوب البشر. لم يركب جوادا ولم يرفع سيفا ولا حتى صوتا، لقد كان سيفه الوداعة ورمحه المحبة وسلطانه سلطان الغفران والتسامح. لم يفتح مدينة ولكنه فتح أعين العميان وأذان الصم، كما فتح أبواب الأمل أمام البائسين واليائسين والساقطين. لم يثر مشاعر البغضة ولم يحرض أحدا على أحد، لكنه حرض الجميع على الحب والتآخي والعطاء والغفران بلا حدود. قال عنه نابليون بونابرت: إن الإسكندر الأكبر وأنا أقمنا الإمبراطوريات بقدرة وعبقرية وأسسناها على القوة والسلاح، أما المسيح فقد أقام إمبراطوريته وأسسها على الحب. حقا إن يسوع المسيح هو صانع السلام الأعظم، فهو الوحيد الذي عاش عمليا ما علمه نظريا، وهو الفريد الذي طبق كل ما قدمه للناس من تعليم،
ولم تختلف أعماله عن أقواله. لقد كان السلام هو الركيزة الأساسية في كل حياته وتعليمه. هو لم يدرب جنديا، ولم يطلق مدفعا، ولم يعلم أتباعه أن يحملوا سلاحا أو سيفا، ولكنه طوب صانع السلام بقوله: طوبى لصانع السلام. إن المسيح هو رب السلام ورسول السلام، وهو وحده صاحب الحق في أن يقول: طوبى لصانعي السلام. دكتور نبيل، حضرتك اديتنا تعريف عن السلام واستفضت في أهمية أن الإنسان لابد أن يشعر بسلام مع نفسه، لكن ده هيقودنا بقى لسؤال تاني مهم: السلام مع الله ده مهم ولا مش مهم؟ وبرضو عندي سؤال تاني: هل الإنسان ممكن يكون في سلام مع نفسه بعيدا عن الله؟ لا يستطيع الإنسان أن يكون في سلام مع نفسه بعيدا عن الله خالص. الإنسان خلق لكي تكون له علاقة بالخالق. الإنسان في خلق في مجتمع، ليس جيدا أن يعيش آدم وحده فصنع محيدا مصيره، وبالتالي تكون المجتمع. إذا زاغ المجتمع عن فقد علاقته بالله، فقد علاقته بالسلام. العلاقة الصحيحة بين الإنسان والله هي التي تنشئ سلاما داخليا داخل الإنسان. طبعا احنا بنقلق على ماذا بعد الحياة، ماذا بعد الموت. إنشاء علاقة صحيحة مع الله لا يجعلني أخاف من الموت، لأننا نؤمن أن هناك حياة أخرى بعد الموت. بعد الموت هذه الحياة الأخرى ترتبط بالخالق العظيم، وبالتالي الراحة في العلاقة مع الله هي تؤدي إلى سكون النفس وهدوءها. يعني لما الإنسان يبقى لوحده وما معهوش حد وبيناجي ربه بيصلي لي، هذه الصلاة تجعله دايما في حالة، حتى لو كان بيشكر ربنا، حتى لو كان زعلان من ربنا لأجل ظروف، بيفضفض يعني، بيفضفض، بيعترف لي، بيشكي له همومه وآلامه. هناك صلة موجودة بين الإنسان وشخص الله لا يمكن أن تنقطع، حتى بالنسبة للذين لا يؤمنون بوجود الله. في لحظة ما يشعر ما بينه وبين نفسه أن هناك في حاجة غايبة، في حاجة ناقصة في حياتي. الجزء الروحاني، الجزء الروحاني، يعني الإنسان ليس جسدا فقط وليس نفسا فقط، لكن هناك روح. طيب هسكن حضرتك بس معانا ابن الرب من القاهرة. ألو؟ 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 أهلا بيك، تفضل حضرتك على الهواء. بالنسبة لموضوع الحلقة، إزاي الواحد يعيش في الكلام، يعني هي صعبة شوية. بداية أحب أعرف نفسي، أنا كنت من سنتين من خلفية غير مسيحية، وأنا دلوقتي بدرس لاهو. صعوبة الحياة في السلام للأسباب اللي هقولها دلوقتي. أولا، مفهوم الإيمان عند الإنسان في جميع الأديان، وهل هو مفهوم عقلي ولا إيمان قلبي؟ في فرق بين الإيمان العقلي والإيمان القلبي. تمام، يعني بس على صوتك شوية. بعض يعني بيفهم الإيمان غلط. الإيمان العقلي إن أنا أشعر بوجود إله، إله يدير الكون، ولكن الإيمان القلبي علاقتي بهذا الإله. دي أولا. أما المطلوب من الإنسان في حياته بقى، فهو ده يعني هو ده كينونة السلام، أو ده اللي بيسمع السلام. إيه المطلوب من الإنسان في حياته؟ في كل الأديان الناس فهم غلط، الناس فهم إن المطلوب منها تأدية عبادات وفقط. يعني أخش كنيسة أصلي أو أخش جامع وأصلي، خلاص انا اديت اللي عليا وصمت وعملت كل حاجه،
فهي دي علاقتي بربنا. لا هو الموضوع اسمى من كده بكتير، هو طبعا الموضوع التشبه بالاله. فانا لو تشبهت بالاله هبقى صانع سلام. وطبعا الدليل على ذلك تجسد السيد المسيح في الصورتين، صوره بشريه كامله بدون خطايا، وصوره الهيه تحمل كل صفات الالوهيه واولها السلام. شكرا جزيلا، رساله حضرتك وصلت. معانا كمان الاستاذ ممدوح من اسكندريه. الو الو، اهلا وسهلا، اتفضل. انا ممدوح من اسكندريه. اهلا بيك. انا بس ما دخلتش في المكالمه. حضرتك على الهوا بس يبدو انك معلي التلفزيون، فوطي التلفزيون خالص واسمعنا من التليفون. انا عملت وطيت الصوت خالص. ايوه، واسمعنا من التليفون بقى، اتفضل. حاضر. الو، حضرتك على الهواء يا استاذ ممدوح. انا سامع حضرتك. حضرتك على الهواء، اتفضل قول سؤالك او مداخلتك. يا استاذ ممدوح حضرتك على الهواء. ايوه، انا عندي يعني محتاج تشاركوني في الصلاه لاجل موضوع، يعني عندي شهوات شبهية وقيود جنسية بتحاربني كتير. أنا عندي قيود بتحاربني، ولما بعض خطية معينة ولما بعض في الحاجة دي بحس بعدم سلام، بعض خطية دي بحس بعدم سلام خالص. أوكي، شكرا. زائد إن أنا عندي يعني زائد متع بالسلام مع ربنا، وأنا في حياتي حاجة يعني مرض معين كده شيزوفرينيا، يعني بيتعبني اكتر، ما بحسش بالسلام بالذات لما بعمل الحاجه اللي بتغضب ربنا والخطيه دي. شكرا يا استاذ ممدوح، سؤال حضرتك وصل. دكتور نبيل، يعني يبدو الاستاذ ممدوح في جزئيه السلام مع الله بيشعر بالذنب، وشعور بالذنب طبيعي انه بيخلي الانسان يفقد سلامه، حضرتك تنصحه بايه؟ الله عارفه. الله في المسيح غفر لنا خطايانا. إذا هو آمن أن المسيح غفر له خطاياه، وأنه حتى لو أخطأ بغصب عنه أو بدون إرادته، فبرضه هو في معية وغفران الله. هل هذه تسيطر عليه إلى الدرجة التي فيها لا يتحكم فيها؟ أولاً يحتاج أن يجتهد، يشوف إيه اللي بيدفعه إلى أن يمارس هذا العمل اللي بيحس بيه، ويحاول يتجنب هذه الأسباب. ممكن تجنبها بإنشاء علاقات، بأنه يتعرف على شركاء المؤمنين، أنه يقضي وقت معهم في حوار، في دراسة، في تأمل، أنه يفكر قبل ما يمارس، يحاول يوقف عقله، يوقف لحظة الممارسة، وأنه يقرر أنه مش هيمارس هذا الخطأ بجدية. وإذا فشل ربما يحتاج معين، يحتاج مشير، يقعد مع حد، يعني يقعد مع حد، وده طبيعي. يعني كون ان احنا محتاجين اشخاص يساعدونا في ان احنا نتخلص من بعض الاشياء اللي بتغضبنا نفسيا موجودين، هؤلاء موجودين في عيادات موجودة في الكنائس، في اصدقاء، في قساوسة عندهم أو كهنة عندهم الملكة دي. المهم يبقى الشخص اللي بيروح له عنده الملكة، عنده التدريب، عنده الوعي في كيفية أنه يعاونه ويشير عليه إزاي يقدر يعيش في سلام مع نفسه ويتحرر من الشعور بالذنب، ويتحرر من هذا الشعور. لكن حتى هو كده، طالما أنه هو بيعبر وبيقول أن أنا
ما عنديش سلام نتيجة كده يبقى شخص بريء أمام الله. هو يحتاج من يعاونه في أنه يحيا في لحظة أكثر سلاما، فما يخافش وما يضطربش، هو مقبول عند الله. لأنه هذا الإحساس بالذنب معناه أنه يعرف وأنه محتاج معاونة، سواء كان بالصلاة لأجله أو من يستطيع أن يعاونه في أنه ينهي هذه الأسباب. طيب معنا برضو عدة تليفونات. الأستاذة نهال من إنجلترا. ألو. أهلا مساء النور وأهلا وسهلا بضيفك الكريم الباشمهندس نبيل. أهلا بحضرتك. نفسي أقول حاجة وأسأل سؤالين في الموضوع. اتفضلي. حضرتك بتسأل إزاي يتحقق السلام؟ أنا بقول جملة صادمة شوية، لن يعرف العالم طعم السلام الحقيقي إلا إذا تعرف على رئيس السلام وهو الرب يسوع المسيح، ويتعرف على مش يعرف عنه، لا يتعرف يعني يعرفه مخلص شخصي حقيقي، لأنه هو فعلا معطي السلام وحده. عايزة أدخل بسؤالين، لأنه الباشمهندس عجبني جدا فكرة أنه لازم الشخص عشان يبقى عنده سلام داخلي ويعرف أنه هو يبقى يدي هذا السلام ويسمع السلام، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، فلازم يتمتع هو بالسلام الداخلي. أيوه. وإحنا كمؤمنين حقيقيين لازم نكون صناع سلام. هنا بيدخلني للسؤال، لو أنا واحدة فعلا مخلوقة أو مولودة بإعاقة جسدية، وبالتالي ما فيش قبول للحتة ديت، فبقع في ربنا، فما عنديش سلام من الناحيه ديت، لانه الاعاقه مستديمه قدامي طول الوقت، فانا نقمه على نفسي ومش قادره اقبلها، وبالتالي نقمه على الله. فايه النصيحه اللي حضرتك تقدمها؟ والسؤال الثاني، انه في ايه في مزمور 29 وعدد 11 بيقول الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام. فإحنا بنلاقي شعوب دلوقتي بأكملها، الشعوب العربية مش متمتعة بهذا السلام، وفي الآية هنا بتوضح إنه السلام ده بركة من عند الله، فبالتالي بنقول لهم لا، ده الرب بريء من الحروب والدمار وإلخ، لكن بنلاقي الناس دي برضو بتقع في ربنا، بتقول ما هو اللي عامل كده وهو اللي سامح بكده، فإيه النصيحة اللي نقدمها لهم؟ وربنا يبارك. شكرا جزيلا يا أستاذة نهال. معنا كمان ابن الرب من البحيرة. ألو. مساء الخير. أهلا مساء النور. ازيك يا جناب القسيس؟ أهلا بحضرتك، أهلا بيك، اتفضل. الله يخليك. في سؤال بعد إذن حضرتك ممكن نسأل الدكتور نبيل؟ اتفضل. ازاي اعيش السلام الداخلي وانا حواليا ضغوط في الشغل، مشاكل في بيتي، مشاكل في المجتمع اللي انا عايش فيه، يا مليانه بالحروب زي ما حضرتك شايف، ازاي في وسط ده كله يكون عندي سلام داخلي، وازاي كأنا ابن الرب اعكس هذا السلام للاخرين عشان يشوفوا صوره المسيح؟ سؤال تاني عشان ما اطولش على حضرتك. ازاي وانا خادم ما عنديش، المفروض انا كخادم بوصل ارث، الو، وما عنديش السلام الداخلي؟ اوكي، شكرا. ألو. شكرا جزيلا. السؤال وصل، ازاي كخادم ما عنديش السلام الداخلي، وازاي اكون بكلم الناس عن السلام؟ معنا كمان القمص انطونيوس. الو. ايه، اهلا وسهلا. حسنا كتير يعني يا ابونا انطونيوس. حضرتك على الهواء يا ابونا، اتفضل. بس لما يكلموني لسه. حضرتك على الهواء، يا ريت بس توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. انا موطي، انا مش التليفون مش سامع، يا دوب يا دوب على صفر. حضرتك على الهواء، اتفضل. الو. حضرتك على الهواء، اتفضل، سامعينك. مش مكتوب اتصال ابن الرب البحيره دلوقتي. حضرتك على الهواء، احنا سامعينك، اتفضل. طبعا في رفعت، استاذ قس رفعت، اهلا بيك يا ابونا، اتفضل. فكري، اهلا بيك. الو. حضرتك على الهواء، سامعينك، اتفضل. انا برحب بالقس الغالي
رفعت فكري وهو دائما في فكري. اشكرك اشكرك جزيل الشكر. وطبعا اشكر هذا البرنامج وطبعا قريبي وابن عمي الدكتور نبيل صميل ابادير. اهلا يا ابونا. اهلا اهلا. انت رايي بقى انا ما اعرفش. انا الحقيقه مبسوط جدا جدا من هذا البرنامج، وانا اشكر ربنا لان فعلا وانا طفل عايش السلام في حياتي. السلام هو عطيه من الله تجعل الانسان يقبل الكل ويحب الكل وبشوش ودايما ينشر السلام في كل مكان، لان السلام الحقيقي هو المسيح. عشان كده اشعياء بيقول لا سلام للاشرار قال رب الجنود. الانسان المؤمن الحقيقي اللي بيحب ربنا من خلال الناس كلها هو ده رسول سلام. حتى لما امرنا ان احنا نخش البيوت قولوا سلام لهذا البيت، فإن كان هناك رب السلام سلامكم يحل عليه. أنا فخور جدا إن أنا أسمع قريبي والدكتور رفعت صديقي وحبيبي بس هو ما يعرفنيش. شكرا يا شكرا يا ابو الدكتور نبيل. عرفنا بحضرتك ويدبر أموركم ويعمل فيكم وبيكم وتكونوا السلام للعالم عشان يطفي نار الحروب ويحل المسيح بسلامه في العالم ويفتح البشرية، لأن بدون سلام والسلام أقوى بيحل الحروب أكثر من المدافع الفتاكة. ربنا يديكم نعمة وبركة وأشكر محبتكم إنكم سمعتوني وأنا فخور بكم جدا. سلام والنعمة لكم. شكرا يا ابونا على المداخلة الجميلة. معانا كمان الأستاذ عادل سمير من القاهرة. ألو. ألو. أهلا وسهلا اتفضل. ألو فندم. اتفضل حضرتك على الهواء. أتكلم الدكتور حضرتك الأسيس أسأل ولا حضرتك على الهواء؟ تفضل اسأل احنا سمعينك والعالم كله سامعك تفضل. في السلام مطلوب حضرتك الأسيس، وانا اصلا الأسرة عندي نفسها ما فيش سلام. ربة الأسرة الأم فرقت بين الأولاد وبين بعضيهم وكل واحد في ناحية، ازاي اجمع الأسرة دي تاني ولمها تاني مع بعضها؟ ان تدخل عدو الخير في النص وعامل عمايل مش كويسه، يعني اللي هي اتجه كمان لعدو الخير وابتدت تفرق بينهم جامد جدا جدا جدا. شكرا جزيلا يا استاذ عادل، سؤال حضرتك وصل. دكتور نبيل عندنا عدة أسئلة وأنا مبسوط إن الأسئلة كلها في الموضوع يعني. حلو. نبتدي بالأستاذة نهال من إنجلترا. سألت سؤال عن الإعاقة الجسدية، يعني أنا ممكن أقبل نفسي لو أنا ماشي، يعني شكلي ممكن يكون مش حلو بس ماشي، لكن لما بيكون في إعاقة جسدية أنا مش قادر أقبل نفسي، مش قادر أحب نفسي، والناس بتبص لي نظرة دونية، مفيش سلام. طبعا المجتمع ما زال ينظر إلى الإعاقة باعتبارها. حضرتك تقصد أي مجتمع؟ المجتمع بتاعنا. مجتمع العربي. العربي ده. لكن الغربي والأمريكي غيرنا. لا طبعًا في معظمه تغير. في معظمه يعتبر ذوي الإعاقة بشر مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات والدولة بتحمي حقوقهم. بيعتبروهم ذوي قدرات متميزة. وذوي قدرات متميزة. فأنا عايز أقول الأخت أنه مش معنى أنه نتيجة ظروف خارجة عنها سواء كان في ناحية الوراثية أو في حادث أو خلافه ينتج عنه أنه الشخص يبقى ذو إعاقة أن لا يقبل نفسه. هو مقبول عند الله، هو كإنسان الله فداه في يسوع المسيح، وهو إنسان له حقوق وعليه واجبات ولابد من أنه يسعى إلى الحصول على حقوقه والقيام بواجباته. وعلى المجتمع أن يغير هذه النظرة اللي هي يا إما ذوي الإعاقة دول يعني نقمة من عند ربنا أو أنهم بركة، يعني ناس، يعني هذه النظرة لابد أن تتغير في مجتمعاتنا. وبالتالي احنا دلوقتي بنتكلم عن حقوق ذوي الإعاقة، حقهم في الحياة الكريمة، حقهم في التأهيل والتعليم، بنتكلم على دمج ذوي الإعاقة في التعليم في الفصول،
وأن تهيئ الفصول لدمج ذوي الإعاقة. ففي نظرة اتغيرت عند العالم كله وإلى حد كبير عند بعض البرامج في المنطقة العربية أن ذوي الإعاقة لابد أن يكون لهم مناخ يهيئهم للاندماج في الحياة. لكن هم كمان لازم لكن نظرتهم الصورة الذاتية الذهنية عنهم لابد أن تتغير. وإحنا نعرف ذوي إعاقة كثيرين جدا زي هيلين كيلر مثلا. أصبحوا هيلين كيلر كانت صماء عمياء بكماء لا بتتكلم ولا بتشوف ولا بتسمع، وتعلمت بحاسة اللمس وأصبحت محاضرة في جامعات كثيرة، وكتبت مقالا قرأته وأنا شاب صغير: لو أعطوني السمع والبصر لمدة 3 أيام ماذا أفعل؟ كتبت: ما لا يراه الذين يسمع، ما يرى الذين بعيون، وسمعت ما لا نسمعه ولنا أذان. هناك طاقة داخل جسد ذوي الإعاقة، هذه الطاقة يمكن الطبيعي استخدامها لتخرج بقوة وتندمج في المجتمع. هذه النظرة الدونية لذوي الإعاقة لابد أن تتغير، سواء كان ذوي الإعاقة لأنفسهم أو نظرة المجتمع ليهم. فهم أناس بشر على طبيعة الله في الخلق، ومواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات. وكويس ان الدوله المصريه النهارده يعني تقدمت في نظرتها لذوي الاعاقه في بعض المدارس دلوقتي حكوميه بتعمل فصول لدمج ذوي الاعاقه في الفصول التعليميه، وفي عمليات تاهيل وتدريب بحيث انه ذوي الاعاقه اللي يقدر يعمل منهم ويعتمد على نفسه. انا تعلمت في حياتي درس قاسي جدا. كنت مره في ايام ما كنت في الجيش، انا قعدت في الجيش 5 سنين، وراكب قطر كان كله عساكر، كنا رايحين المعسكر بتاعنا، وشاهدت شاب بيد واحده وبايد واحده برجل واحده وماشي في هذا القطار المزدحم لبيع الجرايد. فانا تاثرت واديته جنيه، انا كان ايام الجورنان ب5 ساق، ولما بيديني الباقي قلت له خلي عطفا مني، فاداني درس، قال لي احترم نفسك يا فندم. علشان هو يريد ان ياخذ حقه فقط. وبالتالي فكره ان يتعلم العميان مثلا المشي بالعصايا البيضاء، ولا بد ان نحترم ده والمجتمع يحترمه. لما يكون في كفيف ماشي بالعصايا البيضاء لابد ان تقف الدنيا علشان يتحرك في الاتجاه بتاعه. والذين لا يسمعون لابد من توفير سماعات لهم، وهكذا. المعوق جسديا لابد من توفير الكراسي اللي يقدر يتحرك بيها. طبعا الكراسي دلوقتي بقت متقدمه جدا، بحيث انه المعوق جسديا يستطيع انه يمشي لوحده في الشارع. طبعا الشوارع مهيئه في الخارج، احنا نحتاج لتغيير المجتمع عشان يبقى مهيئ مش للاصحاء، لذوي الاعاقه. طبعا الزباله لازم تتشال بقى، الزباله والارصفه والشوارع تتبني بطريقه، والمداخل والمخارج للجهات الحكوميه، كل ده لابد من الضغط على الـ 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 على الحكومات، المسؤولين، على المسؤولين، بحيث ان تهيئ المجتمع لذوي الاعاقه. ونحن نطالب بذلك، وعليك أن تطالبي معي بذلك يا إيمان، مش كده اسمها؟ لا، الأستاذة نهال من إنجلترا. نهال، طيب. وعلينا كلنا أن نطالب بذلك. هستكمل مع حضرتك، بس معانا كمان تليفونات. الأستاذ فهمي من البحيرة، ألو؟ ألو؟ أيوة، ألو. أهلا يا أستاذ فهمي، تفضل. أولا سلام المسيح عليك يا جناب القسيس. أهلا بيك. وعلى ضيفك الكريم. شكرا. هو طبعا موضوع الحلقة عن السلام مكتوب في الكتاب المقدس: لا سلام قال ربي للأشرار. فالسلام اللي يمتلك السلام، السيد المسيح هو اللي يمتلك السلام، يمتلك يعطينا السلام. عندك أي سؤال يا أستاذ فهمي؟
عايز طلبة سنة عشان معايا مشروع كده ربنا سهل يعني وعملته عاوز طلبة سنة ان ربنا يعديني منه السلام. طيب ربنا يكون معاك. شكرا جزيلا. معانا كمان الاستاذ نجاح من اسيوط. مساء الخير يا فندم. اهلا مساء النور. ازيك يا جناب القسيس؟ اهلا بحضرتك. والسلام لضيفك الكريم. اهلا بيك. اهلا بيك. في حاجه انا بتحصل لي جايز ان هي تكون شر وجايز ان هي تكون موهبه من عند ربنا. في حاجات بتوقعها بتحصل. وده اغلب يعني معظم الحاجات يعني بتحصل. يعني حاجه كويسه لا ممكن تكون شر يعني وفاء شخص يعدي قدامي بيها باسبوع مثلا اتوقع ان ده هيتوفى ما يكملش حاجه ويموت. طب ما تتوقع له انه هيعيش. مش ده احساس جوايا ما اعرفوش يعني ما مش عارف هل لو كان صح او غلط يعني هل لو كان خير او شر. شكرا جزيلا استاذ نجاح. يعني سؤال حضرتك عاوزكم تصلوا له طلب الصلاه لو كان من عند ربنا فمش عارف. طيب شكرا جزيلا. يعني سؤال حضرتك وصل. طيب برضو يا دكتور نبيل انا عايز اعلق لانه بعض الناس كلموا كتير على فكره ان السلام من رب السلام وانه لا سلام قال اله للاشرار. يعني انا مع ذلك لكني ايضا مع ان نكون نحن رسلا للسلام. اذا كنا ربنا اعطانا سلام لان احنا امنا بالعمل الفداء وبالمصالحة التي فاحنا مدعوين الى صنع سلام. وصنع السلام له معاني كتيرة زي ما ذكرنا انه اكون على صلة جيدة وتواصل بجيراني. اي اني ما مش دايما اصدر ان انا صاحب الحقيقة المطلقة وغيري اذا كان مختلف معايا يبقى ما عندوش اي جزء من الحقيقه. يعني احنا مش عايزين نمارس نفس ما يمارسه المتطرفون. المتطرف في فكره دايما يقول انه المختلف معايا عدو لي. ايوه لا انا المختلف معايا قريبي واتواصل معاه اظهر له حبي اتعامل معاه بالسلام والاطمئنان حتى لو دينه غير دينك. حتى لو ديني غير ديني، حتى لو طائفته غير طائفتي، حتى لو لا ديني. حتى لو ملحد. حتى لو ملحد، هو إنسان. تتعامل معاه؟ طبعًا، هو إنسان. هو إنسان يحتاج إلى التواصل معاه، يمكن أنا لما أظهر له حبي ولو جيت الفرصة وابتدينا نتحاور ونتناقش، يمكن يفكر في اللي أنا بقوله. إحنا وجودنا لابد أن يصنع سلاما. والسلام مش بس هو السلام زي ما اتكلمنا السلام الداخلي ده مهم جدا لكن كمان سلام المجتمع سلام العلاقات التواصل بين البشر الحوار بين البشر الحوار المبني على الاعتراف بأن كل واحد فينا له رأيه ومن حق أن يكون رأيه له دينه له رأيه سواء كان رأيه ده اجتماعي سياسي اقتصادي لأنه الفرد الإنسان هو أمام الله. أنا مهمتي أن أنا أصنع سلام مع الناس مهمتي أن أنا وممكن أقول أنا ليه أنا في سلام لماذا أنا في سلام لكن أنا مهمتي أني أصنع سلاما مع البشر. وإذا المسيحيين في العالم الذين تمتعوا بسلام الله نشروا هذا السلام بين البشر ممكن كثير من الحروب تقل لكن ربما كثير من المسيحيين لا ينشروا هذا السلام في العالم. يعني الدكتور نبيل بيركز على نقطة مهمة إن صناعة السلام مش دور الله وحده لكن كمان إحنا كبشر لابد أن نكون رسل سلام لابد أن نكون صناع سلام. المؤمنين الحقيقيين هم بيقوموا بنفس المهمة التي يقوم بها الله
يعني لما المسيح بيقول طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، يعني لأن هم اللي بيصنعوا السلام بيقوموا بالشغلانة بتاعت ربنا بنفس العمل الذي يقوم به الله، وبالتالي الله يعمل والإنسان لابد أيضا أن يعمل على صناعة السلام. معنا تليفون من الأستاذ جمال من المنيا. ألو، أهلا، مساء النور. معك جمال من المنيا حضرة الجسيس. أهلا بيك. أهلا بيك يا بون. أنا معايا بنت تزوجتها وكلمت إنجيلي وأنا أرثوذكسي وفشلت في حياتها بعد جوازها وبعد ما خلفت ومش عارفة تعيش مع جوزها. أنا كل ما أروح الكنيسة وأجي قدامها هي كان ورثتنا وعيط بدموعي وما زال السلام ما قدرش يخش بيت. وكل ما اروح الكنيسه واحط بغرق دموع اللي هي دموع كده واطلب السلام والسلام ما رضيش يخش بيتي. وانا مسيح ومتمسك بالمسيح وعارف ان المسيح هيصوم ويقبلني، بس ليه المطول قال عليا لدرجه ان خليني عايش حزين. شكرا جزيلا يا استاذ جمال، وبالتاكيد هنجيب على تساؤل حضرتك. معانا كمان تليفون من الاستاذ ممدوح من القاهره. الو الو، اهلا وسهلا. حبيبتي ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. بسلم على حضرتك وعلى دكتور نبيل. اهلا بيك. اهلا بيك. انا ممدوح ثابت من القاهره. اتفضل. انا برضو بتكلم في مجال السلام وازاي الواحد يبقى عنده سلام مع نفسه علشان يبقى معاه كمان سلام مع المعاصين اللي حوالينا. احنا عايشين في بلد يعني الاعاقه اللي حوالينا مش بس إعاقة جسدية ولا إعاقة فكرية، إحنا عايشين في بلد بقت الإعاقات بقت في حاجات كتيرة جدا من حوالينا، الفكر نفسه بقى فكر معوق، ما بقاش في فكر سلام، أنت عشان تعيش في جو من السلام ويبقى عندك سلام جواك لازم يبقى معاك سلام مع الآخرين وسلام مع الناس اللي حواليك. أنا لسه عمالين نسمع على المشاكل اللي عمالة تحصل، ولما زي جمعية قرية الأمل اللي في اسكندرية، يعني قرية بتخدم الأطفال المعاصين. لما يحرقوا الصوب الزراعية اللي جوه ويقطعوا اللي حصل للمخبز، ودكتور نبيل على فكرة يعرف الجمعية ويعرف قرية الأمل اللي في اسكندرية. وعرفت اللي حصل معاهم. يعني ازاي ناس مثلا بتفكر بفكر زي دوت، يعني ناس بتخدم المعوقين، ازاي يحصل حاجة زي كده هوت؟ يعني ده أكيد ناس مفيش سلام جواها. يعني الواحد عشان يبقى ما عنده سلام جواه ويبقى في قلبه محبة يقدر يتعامل مع الآخرين ويسمع عن الحاجات اللي بتحصل ديت، لازم الناس فكرها هو اللي يتغير. شكرا جزيلا يا أستاذ ممدوح. يعني مداخلة حضرتك وصلت. دكتور نبيل، طيب برضو معنا تليفونات تاني. الأستاذ إسحاق من المنيا. ألو. أيوة مساء الخير. أهلا، مساء النور. برحب بالدكتور نبيل. أهلا بيك. أهلا بيك. خليك يا فندم. كان عندي سؤال، هل المؤمن الحقيقي دايما يشعر بالسلام ولا احيانا ممكن يجلج ويخاف من بكره؟ وهل الجلج والخوف ده حاجه عكس السلام؟ يعني انا لو شعرت بجلج وخوف يبقى انا كده مش عايش بسلام مع المسيح. شكرا جزيلا يا استاذ حق، برضه سؤال حضرتك وصل. دكتور نبيل، انا عندي اكتر من سؤال عن البيوت اللي ما فيهاش سلام، واضح ان في مشكله، واضح ان في ارتفاع في حالات الطلاق، وحضرتك طبعا متابع اللي بيحصل في المجتمع المصري. في سؤال من ابن الرب من البحيره بيقول ازاي اعيش في سلام والبيت جواه مشاكل، الاسره فيها مشاكل، الاستاذ جمال من المنيا عنده مشكله، السلام الاسري ضاع ليه ويرجع ليه، وازاي يرجع السلام للبيت؟ احنا لازم نرجع للقاعده الاولى اللي هي سلام النفس، سلام الإنسان بينه وبين نفسه وسلامه مع الله، وده يخليه دايما يسعى للسلام مع الآخرين. فأنا دعوتي لكل اللي شاعرين أن هناك مشاكل داخل الأسرة عليهم أنهم يجتهدوا في صنع السلام داخل الأسرة. أولا كل الأطراف، كل الأطراف، ما ينفعش طرف واحد، لكن الطرف الواحد يقدر يبتدي. الطرف الواحد لو استمر، مش النكد بيجي بالستات؟ مش دايما، لا، ده تحيز، ده يا سيسي.
ضد الستات. يعني انت ما بتحسش بكده؟ في رجاله اكثر نكد من السيدات، وفي سيدات اكثر انفتاحا وانبساطا من الرجال. انا عارفك منحاز للمراه طبعا. لا انا منحاز لابقى متعادل، يعني لا يصلح ان احنا نوصم فئه بصفه عامه. يختلف البشر، يختلف الرجال داخل بعض ويختلف النساء داخل بعض، فيصعب ان احنا. مين المسؤول عن سلام البيت، الراجل ولا الست؟ الاثنين. الزواج ليس التصاق الجسدي، يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ليكونا جسدا واحدا. مش المقصود هنا هو الجسد المادي فقط، لكن الجسد الفكري، الجسد المعنوي، الجسد الروحي. الاثنين لازم يساعدوا بعض في الحياه في سلام. طب ولو العيال هم سبب المشكله؟ ربما يكون هم سبب ان العيال، الاطفال احنا اللي بنصنعهم. طريقتنا اولا في العلاقه بيننا وبين بعض، وفي العلاقه بيننا وبين اطفالنا، بنجعل اطفالنا كما هو، يعني السبب مش الاطفال، كما نحن، احنا اللي بنصنع الاطفال كده بطريقتنا في العمل التربيه، طريقتنا في اتجاهات الفكريه اللي بناخدها عن طفل مختلف عن الاخر. تلاقي اسره مثلا تقول لك الولد ده شقي والبنت دي هاديه، يعني شقي وحش والبنت هاديه كويسه، الولد ده غبي والبنت دي اذكى. هذه الصفات تطبع على الشخصيه ويكبر بيها. حتى الاستاذ عادل سمير كان بيتكلم عن التفرقه بين الاولاد، التمييز بين الاولاد ده اخطر ما يكون، وبرضه ده يضيع السلام، وده يضيع السلام. داخل الاسره الواحده لابد ان يكون لكل طرف عنده استعداد للمبادره، وانه دايما يتواصلوا مع بعض. يعني انا كان عندي 10 نصائح للاسره، واحده فيها مثلا ما تصرخوش في بعض الا اذا كان البيت في حريقه. ما يصرخوش في بعض غير لو في حريقه. يعني ايه بيصرخ؟ بمعنى حريقه ويلا نجري. لكن غير كده ما حدش ما فيش صراخ. السلام يبدا من ان احنا نكون هاديين. في طرف مستفز، على الطرف الاخر انه يستوعب ده ويشوف ايه اللي بيقوله ممكن يستفزه. يعني دايما انا برجع السبب للشخص اللي بيشكي. طب انت عملت ايه علشان تعمل كده؟ طبعا هناك حالات يستعصي فيها الحل، بس دي عايزه حد يقرر من خارج الاسره. ان دول ما ينفعوش. ما ينفعوش. يعني ما نقدرش نقول انه كل اسره تكونت بالروح القدس او وربنا جمعهم مباركه الهيه. لا، في زيجات كتيره بتتم بدون ذلك. لكن احنا مادام كوننا اسره فعلينا اولا تبقى المبادرات من كل واحد فينا. لابد ان نتواصل في الحوار. ما ينفعش نكون بنتناقش في موضوع في خلاف وانا كزوج مثلا اقول خلاص انهي الخلاف انا هدخل انام. ما ينفعش. لابد ان عندنا صبر، او نقول طب ممكن نرجع الحوار في الموضوع ده ونكمل بكره الصبح. نتفق، كل عصام كده نتفق على الاقل نتفق. يعني حتى الاتفاق، الاختلاف بينا يكون بهدوء، يعني نختلف نتفق ان احنا ممكن نختلف، ولا يتحول الاختلاف الى خلاف وعداوه. ودايما كل ما سعينا الى صنع سلام داخل الاسره ممكن نصنع سلام، يمكن ان نصنع سلام. معانا تليفون الاستاذ عماد من انا. الو، مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور. لو سمحت انا عايز اقول حضرتك سؤال. يعني الواحد بيدور على السلام بس يعني ما بيلاقيش السلام في كل الامور. يعني انا حياتي بره الحمد لله فيها سلام، بس في بيتي كشخصي ما فيش سلام مع زوجتي، في مشاكل. المشاكل ما مش بنلاقي لها حل، بنخش من ناحيه بتيجي من ناحيه، كل يوم في مشاكل على اكثر الاسباب. هتلاقي بوكي ورد كده مره وانت مروح، يمكن يعني ربنا يصلح الحال. والله انا جربت يعني كل حاجه نقدر فيها عن طريق ربنا، عن طريق يعني داخلها دائما مناظرات مع اسرتي مع اسرتهم، كنا بنخش بنحسها بتخش تحدي معايا.
يعني عكس بعض. يعني ممكن لو مشواره طلبته انا الاول انه اروح له تشرف عليه ده ما نروحوش. يعني في مشاكل ما بنفلكش سبب. وساعات بنبقى يعني لو جينا نبقى يوم اثنين كويسين بعد كده تتجدد المشاكل ثاني، ممكن اخده 15 يوم 20 يوم على حسب الظروف. وبعد كده لما بنقعد يعني بتدور على سبب للمشكله، ما فيش سبب كافي للمشكله. شكرا يا استاذ عماد. يعني تساؤل حضرتك وصل، وبالتاكيد دكتور نبيل هيجيب عليك. معانا كمان الاستاذ شنوده من اسوان. الو الو، اهلا وسهلا. مساء الخير يا باشا. اهلا، مساء النور. معك شنوده غطاس من اسوان. انتوا اهلا بيك، تفضل. الله يخليك. انا معايا بنتين وولد في البنك الكبيره، حاسس ان انا مش بحبها زي باقي اخواتها، يعني فمش عارف اعمل ايه. مين اللي مش بيحبها؟ هي حاسة اني انا مش بحبها زي باقي اخواتها يعني. هي حاسة بكده. طيب شكرا. انا ما فيش فرق يعني بينهم، صدقني كلهم يعني واحد عاملهم واحد. طب ما تقعد معاها وتسألها مثلا، يعني تعمل معاها حوار كده تسمع لها. لا، لما بقول لها بتقول لي ما فيش حاجة يا بابا، انا ما بقولش كده. قال طب وهي طالما بتقول لك كده، انت ليه فاكر انها فاكرة كده يعني؟ لا، هي قالت لما مرة قبل كده قالت لما ان ابويا ما بيحبنيش زي اخويا واختي قالت صغيرة. طب وامها ليه ما سألتهاش؟ يعني ايه الحاجات اللي بتخليها تفكر كده؟ ليه مامتها ما سألتهاش واستفسرت منها عن الاسباب؟ ما عرفش، ما عرفش صدقني انا، فعايزك انت تشوف الحاجات تقول نعمل لها. طيب شكرا جزيلا يا استاذ شنوده. ماشي ماشي. برضه دكتور نبيل، طبعا في المشاكل الاسريه في كتير. احنا احيانا كاسر نسمح بان احنا نحكي حكاياتنا خارج الاسره. واحيانا اللي بيسمعونا دول بيحاولوا يتدخلوا، ممكن ما يكونش عندهم قدره على الحلول فتتفاقم المشكله. واضح كمان ان حتى القرايب، يعني القرايب الحما والحماه، اعتقد ممكن يفسدوا السلام جوه البيت. بالضبط. يعني التدخلات العائليه تزيد الخلاف ويتسع ويبقى صعب جدا. الحاجة التانية انه احنا احيانا بنترك الاشياء الصغيرة تكبر الى ان تصبح يعني طوبة مثلا. كان ممكن نشيل الطوبة دي، لكن احنا بنترك الطوبة الى ان تصبح حائط. فيبقى العلاج صعب، العلاج صعب جدا. فكل ما يكون بتظهر مشكلة نحاول نحلها بسرعة قبل ما تتفاقم. وما ندخلش ناس ما يعرفوش يحلوا. حتى لو كانوا أقربائنا، حتى لو كانت أمي أو أبويا أو أختي، أو نخلي الناس اللي بيتدخلوا هم الناس اللي عندهم قدرة للاستماع، لأن الموضوع ده موضوع شائك. ومفروض أن الكنائس أو الجهات المعنية بالأسرة لازم تعمل مكاتب مشهورة، لأن الناس بتتجوز وهي لا تعرف كيف تتزوج وكيف تتعامل. اتنين كل واحد جاي من حتة، من بيئة، من تربية، مختلفين عن بعض، مرة واحدة بيلاقوا نفسهم تحت سقف واحد، فهم غير مهيئين للحياة الزوجية المشتركة. فأولا لازم يتم تهيئة الشباب لعملية الزواج. ثانيا لابد من إنشاء مكاتب للمشورة الأسرية للتدخل في اللحظات الأولى قبل ما تتفاقم وتصبح أزمة كبيرة يضطر فيها الأزواج للطلاق أو الانفصال. معانا الأستاذ عادل من الغردقة. ألو. سلام المسيح لكم. أهلا بيك. وفيكم ومعكم. أهلا بيك. برحب بضيفك الكريم وبمشاهدينك الكرام يا باشمهندس. شكرا. استفسار بسيط بس، يعني لو سمحت، يعني بالنسبة للسلام إذا فقد من داخل جدار الكنيسة، من داخل الكنيسة المجتمع الأساسي المؤسس للمجتمع. دي نقطة. تاني حاجة، لما يبقى في سلام في الكنيسة مش هيبقى في سلام في الأسرة اللي بتتكون داخل الكنيسة. ثلاث نقطة، إذا فقد السلام داخل الأسرة اللي بتتكون داخل الكنيسة إلى المجتمع هيبقى خالي من السلام. إزاي إحنا نوصل السلام، يبقى اللي احنا السلام اللي احنا خدناه من المسيح جوه الكنيسه للاسره اللي بتتكون داخل الكنيسه للمجتمع اللي احنا بنكونه من كل ابناء الكنيسه.
شكرا جزيلا يا استاذ عادل، وشكرا لسعه صدرك، وانا اسف جدا ان عطلت حضرتك يا باشمهندس. لا اهلا بيك، اهلا بيك. طبعا طيب استاكل مع حضرتك، بس معانا الاستاذه مريم من القاهره. الو. الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، انا مريم. اهلا بيك. الو، اهلا بحضرتك. كنت عايزه اسال سؤال. دلوقتي الافرقه بين الامهات واولادهم، يعني انا مثلا متجوزه معايا اولادي برضك في زعل مع ماما مع اخواتي، يعني الام ما بتحبش اولادها او تلمهم حواليها، دي مشكله يعني، وبحس ان كله بيزعل من غير ما نعمل لهم اي حاجه، فدي مشكله بالنسبه لي، مش عارفه اعمل ايه، يعني اضحك عليهم او اخدعهم عشان يعرفوا ان انا بحبهم او اعمل لهم ايه. شكرا جزيلا، يعني سؤال حضرتك وصل. السلام جوه الكنيسة، ما برضو الكنيسة المفروض هي جماعة سلام، بس غالبا جوه الكنيسة اللي عايز يبقى الأول، واللي عايز يبقى مسيطر، واللي عايز يستنفع من الكنيسة والأموال والتجارة، يعني إزاي يعود للكنيسة سلامها؟ برضو مهم قوي نفتكر القاعدة الأولى، أن السلام داخل الإنسان دي اللبنة الأولى اللي فيها ننطلق إلى السلام مع الآخرين، سواء كان دول مع الأسرة أو داخل الكنيسة. الكنيسة هي جماعة المؤمنين، هي الجسد. الكنيسة من خلال قيادتها مهمتها أنها تبني جسد متماسك. يعني الرسول بولس لما كتب عن الجسد، الجسد فيه اختلاف، في الايد وفي الارجل وفي الذهن وفي العين، وحتى الاعضاء القبيحه فينا هي الاجمل. ايوه، فان تبني الكنيسه هذه العضويه، وان كل واحد في الـ في الـ في الـ هذا الجسد مهم وله دور ومحترم ومقدر، ده يبنى من خلال التعليم، يبنى من خلال التفاعل، يبنى من خلال أنه الأعضاء يشعروا أنه المكان ده ملكهم بتاعهم، وأنه لا تمييز بين القادة والعضوية، وأنه لا يفرض على العضو أشياء، يبقى لابد من التفاهم والحوار. يتوقف الوعاظ عن الوعظ ويستمع. مشكلتنا أن كل اللي بيبقى ليه فرصة أن يقف على منبر، معلش يا حضر الأسيس، ناخد راحتك، يفتكر أنه دايما يبقى وعظ، يروح البيت يوعظ، يروح في الشارع يوعظ، يروح في الكنيسة يوعظ، يروح في اجتماعات يوعظ، في كل حتة اسمع الناس، وديهم فرصة يتكلموا، اديهم فرصة يعبروا، اديهم فرصة أنهم يعبروا عن أرائهم حتى الإيمانية. فما نفرضش، أنا يهمني قوي أن أبحث عن إيماني، أني أكتشف إيماني بنفسي. الوجبات الجاهزة دي اللي فيها الوعظ يفرض على الناس هذا هو الإيمان، أنت ساعد الناس للبحث، للقراءة، للفهم والإدراك، وحينما يصل الفرد إلى الإدراك بنفسه أفضل منك تجبره. كان في كتاب طلع في اسكتلندا اسمه The McDonaldization of the Church، اللي هو الوجبات المعلبة الجاهزة للناس توصل لغاية عندهم في البيت وهو قاعد وما بيتعبش. الفهم الحقائق الإيمانية يحتاج من الفرد منا انه يبحث عنها، لو انتظرها بس انها تجيله مش هتكون ذات قيمة بالنسبة له. على الكنيسة أن تحارب الظلم وأن تندد بالحروب وأن تسعى في كل موقع لإيجاد السلام القائم على العدل، فالسلام ليس معناه غياب الصراعات فقط، ولكن وجود العدالة أيضا. ولو سعت الكنيسة إلى صنع السلام ونددت بالحروب لاستحى العالم واحمر وجهه خجلا من رؤية وجه الأرض مخضبا بالدماء. دكتور نبيل، احنا بنتكلم عن السلام الداخلي والسلام جوه البيت، طب ما انا بفتح التلفزيون وبشوف دم وعنف وارهاب،
بالتأكيد ده بيأثر على السلام الداخلي. إزاي أقدر يعني أفصل نفسي؟ ما أعرفش أفصل نفسي إزاي؟ يعني أنا بفتح التلفزيون أشوف نشرة أخبار بلاقي الدم في كل حتة. إزاي أقدر أحافظ على سلامي وسلام أسرتي رغم كل الصراعات اللي حواليا دي؟ طبعاً كنا نحتاج وقت أطول. أنا فاهم إن إحنا قربنا. طبعاً. هناك أربع أعمدة أو أساسيات للسلام. الحوار، الغفران، المصالحة، العدالة. والمجتمع الذي يغيب منه العدالة يكون في حالة أقرب إلى التوتر والمضايقات والانزعاج لأنه غاب منه العدالة. في محيط بينا أشياء كثيرة مزعجة وكانت موجودة في السابق، يعني الحروب اللي كانت بين القبائل في القديم والحروب بين الدول في القرون القريبة منا ظهر نوع جديد من الحروب. صحيح الحروب الحالية هي زي ما بنتكلم عن الإرهاب ليست فيها الشجاعة بتاعة الحروب الزمنية، لكن هذا عبر التاريخ. ويظل الإنسان في حالة حرب طالما أنه عايز يمتلك الآخرين، يفرض الحقائق التي يعتقد فيها، يعتبر كل من هو مختلف عنه عدو لي. هذا سوف يكون وسيستمر. طبيعة البشر من أيام قايين وهابيل صورها بتختلف، أشكالها بتختلف، طبيعتها بتختلف نتيجة للتقدم. يعني اللي احنا شفناه لما بنشوف عبر التلفزيون داعش يقتل بسبب الخلاف في الدين ويذبح، ده صورة جديدة من العنف والإرهاب طبعا، بس كان موجود بطريقة أخرى زمان. أيوة. يعني هو البشر، هم البشر، تتعدد الأشكال نتيجة التطور اللي بيحصل، استخدام التكنولوجيا. لكن أنا سعدت جدا بالسلام اللي كان موجود عليه المجموعة المصرية اللي كانت بتذبح، اللي اتذبحوا. سعدت بالأم اللي بنتها قتلت في فرح الوراء وقبلت في التلفزيون في لقاء وقالت إن أنا بصلي من أجل هؤلاء. إحنا محتاجين هزة إيمانية أن نصلي من أجل العالم وأن نبكي من أجل هذا العالم وأن نصنع السلام. يعني لو فضلنا نستسلم لما هو أمامنا، إذا كنا إحنا المطالبين بصنع السلام هنفشل. فالعالم كيف سيكون من غير الكنيسة التي تبشر بالسلام وتصنع السلام؟ العالم كله هيفشل. العالم تواجد لأنه الكنيسة كانت مصدرا للسلام في العالم. أنا طبعا عارف أن في تليفونات كتير وطلبات صلاة كتير. الأستاذ ممدوح طلب أن احنا نصلي له علشان يتحرر من الشهوات الشبابية. الأستاذ نعيم من الإسكندرية بيطلب صلاة من أجل شفاء من فيروس سي. الأستاذ مينا كرولوس بيطلب صلاة من أجل أولاده والحركة المتزايدة. الأستاذ إيهاب بيطلب صلاة من أجل ربنا يشفيه مرض الكبد. الأخ فهمي بيطلب صلاة أنه ربنا يساعده يقيم مشروع خيري. الأستاذ ألبير بيطلب صلاة من أجل شريكة حياة. كل الطلبات دي بنضعها قدام ربنا ونثق أن إلهنا سامع الصلاة، يستجيب هذه الطلبات وفقا لإرادته ووفقا لمشيئته. القديس فرانسيس الأسيزي، قديس عظيم، صلى الصلاة الجميلة دي، قال يا رب اجعلني أداة لنشر سلامك حيثما توجد الكراهية، اجعلني أبذر بذار المحبة، حيثما توجد الإهانة اجعلني أبذر بذار العفو، حيثما يوجد الباطل اجعلني أبذر بذار الحق، حيثما يوجد الشك اجعلني أبذر بذار الإيمان، حيثما يوجد اليأس اجعلني أبذر بذار الرجاء، حيثما يوجد الظلام اجعلني أبذر بذار النور، حيثما يوجد الحزن اجعلني أبذر بذار الفرح،
آمين آمين. دكتور نبيل، في دقائق قليلة، الخطاب الديني هل بيلعب دور في نشر السلام ولا ملوش دور؟ أنا بس عايز أعتذر عن فكرة، أنا ساعدت لما شفت ال ده. انا اعتقد الساده المشاهدين فهموا قصد حضرتك ان انت اتبسطت من السلام اللي بيتمتع بيها. انا اقدر اقول انا حزين، حزنت طبعا، منظر مبكي، لكني لما شفتهم في حاله السلام انا سعدت بالسلام. خلينا نتكلم مش على الخطاب الديني، على الفكر الديني. لانه احنا يتم تداول الخطاب الديني. الخطاب هو مجمل الفكر، مجمل الرسائل اللي احنا بنبعتها بأي طريقة ممكنة اللي ناتجة عن الفكر. فإذا لم يكن الفكر متحررا بمعنى انه انا لي عقيدة والآخرين لهم عقيدة، انا ما اقدرش اجبر الناس على عقيدتي. ما اقدرش ارفض الآخرين المختلفين معايا بفكري. مش الرفض مش ما بيجيش بس بالتصرفات الواضحه للعيان، الرفض بيجي جوه الفكر. من حق الناس ان تختار اديانها، تختار مذاهبها. انا اخترت لنفسي ده. معاك دقيقه ان لم يتغير الفكر الديني في ان احنا دعاء ودعاة سلام، ولا نفرض على الناس ما نفكر فيه، نحن ندعوهم وعلى الناس أن تختار. أما أن يصبح كل من هو مختلف عني عدو لي، فهذا ليس سلاما، لا أصنع سلام بل أصنع عداوة وخصام. وعشان كده الفكر الديني عندما يتغير الخطاب الديني سيتغير. بالضبط. ما ينفعش أن أنا أسيء للآخر الدين لأنه مش بيدين بديانتي ولا بيعتقد بنفس معتقداتي. تمام. عزيزي المشاهد، أنا عارف أن الموضوع كبير، وأنا عارف أن في أسئلة كتير ما قدرناش نغطيها سواء جوه الأسرة أو داخل المجتمع، لكن أنا بدعوك عزيزي المشاهد وإحنا بنختم هذه الحلقة، بدعوك أنك تعود إلى الله مصدر الحب، تعود إلى الله مصدر السلام. وإنت كمان بينك ما بين نفسك أنت محتاج تتصالح مع نفسك. الصلح مع النفس مهم. انسى إساءات الماضي، انسى الأمور اللي بتسبب ليك الضيق والألم. اتعلم انك تكون قانع، ما تبصش للي في ايد الناس لكن اشكر ربنا على اللي عندك. اتعلم انك تعيش حياة الاكتفاء. اتعلم انك تكون راضي عن نفسك. اقبل شكلك. الحاجات اللي انت مش قادر تغيرها اشكر ربنا عليها، تعايش معاها. طبعا اللي تقدر تغيره غيره، لكن اللي ما تقدرش تغيره تقبله، تعايش معاه، عيش حياة الرضا. اذا عشت في سلام مع الله، إذا كنت في سلام بينك ما بين نفسك، هتقدر تعيش مع الآخرين في سلام. ده أنت كمان هتقدر تصنع السلام بين الناس وبعضهم البعض، تصالح المتخاصمين، تقوم بالعمل وبالمهمة بتاعة ربنا. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم الشيخ الدكتور نبيل صموئيل أبادير. أشكر حضرتك على هذا اللقاء، كمان بشكرك عزيزي المشاهد لمتابعتك لحلقتنا، ونتقابل مع بعض في حلقات مقبلة، والرب معك.